من امام مبنى مديريه التربيه والتعليم بيذب، بس هم قفلوا الباب حطونا برا، يعني حتى ما مضطر منع دخول المعلمين الى الساحه. بحاجه نحن نوقف نناقش احد الموجودين في التربيه جوا، فبعثوا لنا لجنه امنيه وقفت وسكرت الباب، وممنوع تدخل وممنوع الا توقف في الشمس. هذا مو عمل يا اساتذه، نحن هذا الخريج شريعة وهذا خريج تربية وهذا رياضيات، منا أولاد لحد نوقف الوقفة هاي. وربينا يجينا مقفين على الباب. أنا يعني والله يا أستاذ والله العظيم طلابنا بالباحة ما بنوقفنا الوقفة هاي. نعم بنحترمهم أكثر من هيك. نعم لك أهلي أكثر شيء عندهم شيء حماية الطفل والأستاذ مانو. لا تعرفوا قديش مانو معي مانو كرامي.